ترأس سعادة السيد جميل بن محمد علي حمادان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل ترأس وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماعات الدورة 32 بعد 300 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة بجنيف في سويسرا. وتشارك مملكة البحرين في هذا الاجتماع الدولي باعتبارها عضوا أصيلا في مجلس إدارة المنظمة، حيث تتولى المشاركة في الإشراف على سياسات وبرامج عمل المنظمة بعد أن تم انتخابها عن مجموعة دول آسيا والباسيفيك في الانتخابات التي جرت في يونيو الماضي، والذي عكس ثقة المجتمع الدولي بجهود البحرين وإنجازاتها على الصعيد العمالي. وقد أكد سعادة الوزير حرص مملكة البحرين على استثمار عضويتها في أعلى هيئة إشرافية بمنظمة العمل الدولية لدعم أهداف وبرامج المنظمة الدولية ودعم قضايا وتوجهات الدول العربية والآسيوية والأعضاء في المنظمة وتمكينها من مواجهة التحديات عن طريق ضمان العمل اللائق ومحاربة البطالة والفقر، بما يحقق الأهداف الأممية في الارتقاء بأسواق العمل وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج.